يا بنتي بتكلم على الاوفر الزفت اللي انت عامله لرويده العمر، ايه الاسعار اللي انت حطاها دي؟ سيبك بطفش. بتطفشي ليه؟ ما انت عارفه هاني ان هو مهتم جدا بالديل ده. وهو مهتم ليه؟ مهتم عشان عايز يسقط الموز ده. تفتكري انت هتستعبطي؟ يعني انت مش فاهمه يعني؟ معرفش، انا كنت شاكه صراحه في الاول. خليكي كده طفشي. بس هو انا ليه بلاحظ انك دايما بتحبي تبوظي علاقات هاني مع الستات الحلوه؟ نعم اكيد، يعني انا مش بغير على هاني مثلا. امال لو مش كده يبقى ايه؟ لا انت عبيطه ولا ايه يا نهله؟ انت فعلا متخيله ان انا بغير على هاني مثلا؟ ايه الهبل اللي انت فيه ده؟ انا كل الموضوع اني بتحمق لفيروز عشان هي صاحبتي، وهي اصلا اللي عرفتني على هاني، وهي اللي جابتني الشركه. وانت هنا مش عشان تشتغلي جاسوسه لفيروز على هاني يا رندا، هي اصلا ولا داريه ولا حاسه باي حاجه ومبسوطه وزي الفل. يبقى الصح انك تركزي في شغلك يا رندا. لا هو مش موضوع داريانه، المشكلة إن فيروز عندها ثقة في نفسها رهيبة، ومش ممكن تتخيل إن هاني ده اللي هي اختارته من وسط كل الرجالة اللي حفيوا عليها يطلع بيخونها. هو حيوان قوي بصراحة، يعني واحد يبقى متجوز واحدة زي فيروز يبص بره